اهلا بكم. اليوم غادي نتكلموا على المعجزات الصحيه ديال الباربا. الباربا من الخضروات الغنيه بالعناصر الغذائيه المميزه واللي كتحمي الجسم من التعرض للعديد من الامراض المختلفه. يمكن اضافه الباربا الى النظام الغذائي بسهوله حيث كتقدم في الاطباق المختلفه او كعصير. من بين فوائد العصير ديال الباربا انه كيساعد على التقليل من ضغط الدم المرتفع، كيقوي عضلات القلب وخاصه للناس اللي كيعانيوا من قصور القلب، كيساعد على الوقايه من الاصابه بالزهايمر والخرف عند تقدم السن. والباربا من المشروبات الهامه اللي يجب تناولها عند اتباع نظام غذائي لانقاص الوزن، حيث انه خالي من الدهون وقليل السعرات الحراريه. كما ان العصير ديال الباربا كيقدر يساعد على الوقايه من الاصابه بمرض السرطان. وعلى الرغم من الفوائد العديده للباربا الا ان لها اضرار ايضا، بحال مثلا على الناس اللي معرضين لحصوات الكلي خاصهم يحاولوا ما يستهلكوش بزاف الباربا، وكذلك للناس اللي مصابين بمشاكل في الجهاز الهضمي او متلازمه القولون العصبي، فيقدر يتسبب لهم تناول الباربا اضطرابات في المعده.